إذا السلام عليكم ورحمة الله، نعود إليكم من جديد من خلال فيديو إن شاء الله، ومن بعد يكون عندنا مباشر حول ما جد واستجد وحول التداعيات والسجال واللغط اللي دائر عقب مغادرة بن موسى للوزارة والتحاقه المندوبية السامية للتخطيط. وتنهضروا ثاني على هذا الفراغ القانون. إذن كما يعلم الجميع، قد أخبرتكم الإخوان بالأمس، قيل احتمال كبير حول ما توصلنا إليه وما تمكناش منه ويروج ديال تأمين التعويض التكميلي بالنسبة للابتدائي والإعدادي. إذا بالنسبة للتعويض التكميلي والتعميم ديالو، إن شاء الله سيكون ابتداء من فاتح يناير 2025. باقي غادي نتأكد من هذا الأمر، كانت هذا الخبر صحيح فهنيئا للإخوان والأخوات ديال الابتدائي والإعدادي، كان هذا حق ديالهم. ثانيا بالنسبة لموسى، يعني راه قبل ما يمشي غيز المسائل ديالو، يعني أنهى المهمة بجدارة واستحقاق وفق التصور اللي بغاتو البلاد، راه دارو كمهندس ديال خارطة الطريق اللي دارها تنزيلا للقانون الإطار 51/17. كما قلت لكم أنه راه دار إعادة الهيكلة ديال الوزارة بصفة عامة، قام بتفعيل يعني المرسوم ديال إعداد لجنة دائمة ديال الخاصة ببرامج المناهج والتكوينات، ومنكبة على صياغة كتاب المدرسي، وأيضا نظام الأساسي الذكاء ديال المسائل. بالنسبة للملفات اللي كانوا التزامات، يعني راه غيزها قبل ما يمشي، يعني أشر عليها على جميع القرارات، لأنه هو الوحيد اللي يمكن ياخذ القرارات ضروري، ما يمكنش يكون هناك واحد الفراغ، يعني فراغ قانوني، خصوصا يعني أمور جميع الالتزامات اللي كاينة والمواد اللي كاينة في النظام الأساسي إلى آخره، خاصها قرارات. إذا جميع القرارات أو النصوص التنظيمية بما فيها القرارات والمراسيم التطبيقية اللي كانت تقريبا شي 42، كانت زاد واحد وقيلة هي 43، هذوك غيزوا. إذا ملي نقولوا غيز المسائل ديالو قبل ما يمشي، ما خلى حتى شي ميل، فعلا كلشي غيزوا، ولكن راه الملفات اللي كانوا طافقوا عليها اللي عندها علاقة ب 14 يناير 2023 10 دجندير 2023 و 26 دجندر 2023. إذن هذه المسائل، أي ملف عنده علاقة بها الاتفاقات، راه أي يعني أشر عليها صادق عليها قبل ما يمشي، غيزها ذلك. إذا من هذه الناحية ما كاينش تخوف. بالنسبة لأي وزير يجي، ما عنده ما يقدم ولا ما يأخر. بالنسبة للإصلاح، بالنسبة لخارطة الطريق، بالنسبة للجنة الدائمة، راه ما تابعهاش كاع الوزير، تابع الرئيس والحكومة. إذا داكشي اللي فين غادي يمشي عليه، ترسمت لي خارطة الطريق غادي يمشي عليه، لأن ما عنده تيقول لك راه غيجي ويقدر يبدل ولا ما عنده ما يبدل، داكشي اللي بروغرامي مدرسة الرائدة كذلك إلى آخره، كلشي غادي يمشي وفق يعني البرمجة اللي مديورة، وأيضا التزام البرمجة السنوية اللي ديرها. نشوفكم شي مباشر إن شاء الله بعد حين.
ونوضحوا شي حاجه شي مشكل. وغادي نهضر على الزياده في الاجور، كاين الزياده في الاجور بل كاين مراجعه الاشهر الضريبيه، مراجعه الاعفاء الضريبي اللي هو اللي غيكون انعكاس كاجراءات اخرى من اجل تحسين الدخل. والجدول اللي كاين يعني ابتداء لشي 10 ايشلون 1 كاين شي 169 فاصله شي 59 تقريبا و الى غايه الدرجه الممتازه يعني خارج السلم الرتبه الثامنه اللي عندها شي 423 وتتفاري تتفاري وفق هذه راه تتفاري هي وفق المنطقة اللي تنتمي لها واش أ ولا بي ولا سي، وأيضا وفق يعني الناس اللي تيشتغلوا الأساتذة والأستاذة الإداريين إلى آخره اللي تيشتغلوا في المناطق الجنوبية اللي عندهم الزوم ديال العيون والتحت. إذا يعني زيادة هذيك ديال 85% مسألة أخرى ثانية. إذا تتفاري داكشي علاش هما ما تيلجؤوش ما تيرجعوش بالنسبه للزياده في الاجور، ما تيزيدوش الهم بحال اللي ضربهم، تيديروا غير شي زياده جزافيه فقط. هذا التخفيض الضريبي بما ان عنده علاقه بالراتب الاساسي بميزان 10 يعني تكون تحرك يعني تحركوا مع يعني سلاسل الاجور او أرقام استدلالية، يعني راتي يتزاد سلب المتقاعدين اللي عندهم ضريبة عند دخل تما راه غادي يستافدوا، أما اللي ما عندهمش لهم الله. ولكن كاين بعض الأمور إن شاء الله سترى النور في الوقت ديالها 2020 24 مشكل مش معاهم.